قبل ما نخش على الهواء على طول كنت بتقول لي على المحترفين بتوع النادي الاهلي، دخلنا في نقاش لطيف كده. ايه رايك في محترفين النادي الاهلي؟ سؤال واضح عشان كنت بقولها النهارده في الانترو قبل ما اكلمك على الاهلي والنتيجه والتفاصيل كلها. لا هي يعني لما تيجي تتكلم على ديانج انا وعلي معلول والقندوسي دولت في حته تاني يعني، يعني بحس ان هم لا مستوى عالي وجم في فتره كانوا يعني علي معلول وديانج بالنسبه لي لعبه جامده جدا. طبعا بيرسي تاو انا ليا كومنت عليه ان هو راجل، هو لعيب كويس جدا عنده سرعات، راجل مهاري، مشكلته كلها معايا انا يعني ان هو بيضيع جوان كتير قوي وان هو بيتصاب كتير. فديت يعني عارف انت ايه، لا انا شايف ان ممكن يجي واحد احسن منه يفيد النادي الاهلي في الموضوع دوت، يبقى مفيد اكتر، يفيد اكتر. برونو طبعا انت فاهم لغايه دلوقتي لسه ما قدمش اي حاجه خالص، الامور بالنسبه لي يعني اللاعب البرازيلي دوت على الاقل لازم يادي اداء اقصى احسن من كده. لا ايه استنى بس واحده واحده. برونو اصلا راجل استبعده من كاس العالم للانديه، راجل استبعده من المباريات الماضيه، راجل النهارده لما اضطر اسفا يحطه هو اسفا بالنسبه له يعني يحطه على الدكه عشان عنده نقص كبير جدا، حتى لما ضمن المباراه ما نزلوش. فبرونو واضح بس خلي بالك يعني خارج الحسابات، خلينا بس نتكلم احنا كنا في البرنامج يعني في البرنامج هنا كان كنا بنتكلم عنه كويس وبنقول ان هو بيأدي اداء بس كبيره لما كان بيأدي في حدود 25 دقيقه لان كان فتنسه ما بيسعفوش. لا مش جايب لعيب، مش جايب لعيب محترف وبرازيلي. طب هو انا عايز اسالك سؤال، ما هو برضه لما جاب للنادي الاهلي السوبر لما جاب الجول الناس كلها قعدت تفخم فيه. هي النقطه لما بنيجي نبص على لعيب او نقيم لعيب بنشوف القماشه بتاعته عامله ازاي، اللعيب ده هيوصلك لغايه فين، هيدي لك ايه. هي دي النقطه يعني، وبالذات اللعيب المحترف. هو برونو اول ما جه ما كانش مقنع للناس كلها يعني. هي دي النقطه. طيب كابتن عبد الله رايك ايه في محترف النادي الاهلي؟ في مين بالظبط فيهم؟ كلهم يعني لو بنتكلم في خمس محترفين بجانب السادس كريستو لسه ما شفناهوش، مع يعني شفناه مع المنتخب التونسي طبعا. لا وادى ده كويس للشباب طبعا الشباب. طبعا بص هو خامه كويسه طبعا. انما هنتكلم عن المحترفين اللي موجودين فرد او شخص هنتكلم عن معلول طبعا لا خلاف عليه. بس في الوقت الحالي زي ما بقول لك ايه، دوام الحال من المحال. علي في السنه دي او السنه اللي فاتت ماشي على سطر وبيسيب سطر، مع العلم انه بس عنده او لنادي الاهلي ده تقديمه كويسه جدا، فعلي خرجه بره الحسابات او بره التصنيف لانه هو فعلا محترف كويس وادى بشكل كويس وادى النادي الاهلي ما بخدش باي نقطه. صح. تعالى ديانج لعيب كويس بس برضه مش القوي او النقطه اللي مثلا تبقى انت قايل ان انت جايب لعيب محترف. يعني لسه حسن بيتكلم منه بيقول ايه ده عنده ميس باص، عنده مشكله في الميس باص. طب اساسا لعيب كوره هو تسليم وتسلل، لو انا ما بطلعش الكوره من رجلي سليمه او الباص سليم يبقى دي اساسا دي من اكبر المشاكل. وبيلعب في مكان لازم كل باص يطلع من رجلي سليم. بس هو عنده نقطه، عنده حاجه كويسه، عنده هو بدنيا كويس قوي، عنده حاجه كويسه بيعرف يشوط. انما عندك في كل مركز عبد الله لكل مركز هنرجع لنفس الحوار ده. ان هو بكلمك ايه، هو بقى له كام سنه في نادي الاهلي؟ ده الموسم كام؟ ثالث. طيب على خلال او ممر الثلاث سنين دول ما حاولش يطور من نفسه؟ ما حدش يشتغل معاه لانه بيلعب في اخطر مكان. مركز ستة ده اخطر مكان. هو ده العقل المفكر للفرقه كلها. فانا بقول لك انما هو ككواليتي لعيب كويس، بس ممكن نادي الاهلي كان يجيب اقوى من كده كمان. تعالى نتكلم على بيرسي تاو. حسن بيتكلم يعني انا هخش معاك في نقطه خلاف دلوقتي. انت بتقول لعيب عنده اسبرينتر، لا هو مش سريع. لا مش سريع. لو انت هتصنفه من ضمن اللعيبه الصراح، طب هو ولا طاهر؟ هو ولا طاهر؟ لا هو سريع وطاهر سريع. لا انا بسالك يعني سؤال، انت بتقولي لعيب اسبرينتر، لا اولا هو مش سريع. ممكن راجل كره تحت رجليه وهو مهاري، انما مش كواليتي اللاعب اللي يجي نادي الاهلي او ان هو يعمل اضافه لنادي الاهلي. لا ده نادي الاهلي اللي بيضيفه في الوقت الحالي. لا فانا يعني بس هو الاهلي لما جاب بيرسي تاو جاب من انجلترا كان اساسي احسن لاعب في صن داونز، احسن لاعب. انا هقول لك على حاجه كريم، انا ما غلطتش في اختياره. لا انا هقول لك على حاجه. طب بس وانا حسن هقول لك على حاجه، انا اجيب لاعب من انجلترا اللي هيجيبه في مصر؟ طب ما يروح دوري فرنسي، يروح لما رمضان صبحي رجع يعني من انجلترا ورجع لمصر لان فرصته بتبقى قليله، ما بيلعبش لعب يعني. هقول لك على حاجه، رمضان برضه عشان وقت كبير في الدوري الانجليزي في الفتره دي ما كانش مثلا ماشي بشكل كويس او ما هو ده اللي بيتقال على بيرسي تاو. لا ما هو ده وقت ما كانش بيلعب اصلا. انا بتكلم رمضان لعيب مصر، انا بتكلم على لعيب محترف جاي يضيف لي، مش انا اللي اضيف له. انا بتكلم بيرسي تاو جاي من الدوري الانجليزي، طبيعي ان انا عشان انزل من الليفل ده ليفل يعني اقل منه شويه، دوري ايطالي اسباني فرنسي بلجيكي،
انا ما جيش دوري مصري فما تكلمنيش تقول لي ان انا جاي بضيف لنادي الاهلي، لا ده نادي الاهلي اللي بيضيف. طب ده بيرستاو، بيرستاو وعلي معلول. حسام غالي لما مشي من توتنهام وراح ما لقى يعني لقى كذا حته ما راحش، راح رجع النادي الاهلي وبعد كده راح النصر السعودي. انت ما تكلمنيش بلعيبه مصريه، احنا كطبيعتنا او لعيبه مصريه لا هي مالهاش دعوه، هي مالهاش دعوه، هي بيبقى فكر لعيب وممكن ثقافه لعيب عايز يعمل يجي مثلا يقول ايه انا ارجع على النادي الاهلي نادي احسن نادي في افريقيا، انا اسالك سؤال العب بس مع النادي الاهلي، فالنادي الاهلي في الاخر الأهلي يوديني الاحتراف. مش ده بيت حسام غالي؟ مش ده بيته اللي اتربى فيه؟ وضع طبيعي ان انا عايز ارجع بيتي، انا بلاقي نفسي وبلاقي راحتي في الحته دي. بيرس داو ده مصري من ناشئين نادي الاهلي مثلا يعني؟ ممكن اقرب بقى؟ لا يعني مش ساب النقاش بس انا بكلمك ما ينفعش انا اطلع انزل من الدوري الانجليزي اجي دوري مصري. بيرسي تاو في انجلترا ما قدمش اي شيء بالظبط، فهو لما رجع مصر اتصور انه كان التفاوض، وخد بالك هو جايب رقم كبير، كان التفاوض انه جاي للمدرب اللي خلاه نجم اصلا بيتسو موسيماني. فانا اعتقد انه يعني مثلا لو حسام غالي كان راجع عشان بيته النادي الاهلي، فهو الراجل راجع عشان يشتغل مع بيتسو موسيماني. حتى اتقال ان هو بيرسي كان عنده مشكله لما بيتسو موسيماني مشي انه كان متضايق وزعلان، فممكن يكون واحده من الحاجات اللي خليته يوافق على النادي باسم الكبير للنادي الاهلي طبعا انه بيتسو موسيماني كان موجود. يبقى انا جاي استفاد ولا جاي افيد؟ هو كلاعب حسبها ازاي؟ جاي استفاد ان انا جاي في اكبر نادي في افريقيا طبعًا. مع مدير فني عارفني وانا بحبه هيرجعني تاني. انما هو ما ضافش النادي الاهلي حاجه لحد الان. تمام، هو يعني مش اللاعب المؤثر. تمام، بعد كده على الكندوز. طب ايه الفرق بينه وبين الكندوز؟ لسه جاي ولاعب صغير وهيفيد النادي الاهلي، والنادي الاهلي فيما بعد هيستفاد منه. ده في خلاف عليه؟ لا مفيش خلاف عليه، مع العلم ان هو ما لعبش مثلا ماتشين ثلاثه على بعض. جاي من فرقه كبيره وفاق ستيف، بيلعب مع منتخب الجزائر لاعب دولي، لاعب محلي مش دولي كمان، يعني بيلعب منتخب الجزائر المحلي. يعني دولي محلي. فانا بكلمك الفرق بين ده وبين ده ان ده خامه كويسه، ده لا هيضيف للنادي الاهلي ونادي الاهلي استفاد منه. تمام. برونو سادو طبعا لا تعليق. لا تعليق. انا بقول لك لا تعليق. يعني قول لنا طيب ده عليك ايه وجهه نظرك في برونو؟ لا تعليق عشان انت معجب بيه. معجب بيه؟ لا طبعا انا ممكن العب عليه في السن ده. لو انت لا تعليق دي سمعناها اللي انت معجب بيه. لا طبعا ما اصل عليه اقول ايه، بس خلي بالك انا في حلقه من الحلقات حتى لما حسن محمد عبد الله هنا قال لك على لما قلت له النادي الاهلي عايز فيرويد، قال لك على بيرسي تاو، قال لك بيرسي تاو وراجل نزل ولعب، ودلوقتي انت بتغير رايك خالص وارجع للحلقات. ممكن نتكلم حتى لما اتكلمنا في ماتش الهلال. لا 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 ارجع، انا ما بنساش كلامي، بيشيل قوي. لا 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 ما بنساش كلامي انا حتى يوم اتكلمنا على ماتش الهلال انت بتلعب بيه فروت صريح اساسا، هو لا محطه ولا طويل ولا سبرينتر ولا بيعرف. لا لا قبل لما رجع من الاصابه وجاب جونين. لا لا انا كلامي واحد ما بيتغيرش. طب تعالى خش في حته ثانيه بقى خالص اللي كنت المفروض ابدا بيها، بس انا عجبني دلوقتي عشان ده الحوار اللي كان قبل الهوا.